وفي مدينة الزرقاء لرمضان طعم مختلف، فالمواطنون فيها اشتقوا من التراث والعادات والتقاليد الأردنية سنة حسنة، وأخذوا يجتمعون في المساجد على مائدة إفطار واحدة. نتابع هذا التقرير. قبل أذان المغرب تجد الأهالي في الزرقاء يتوافدون إلى المساجد يحملون أفضل ما جهزته الأسر الزرقاوية من طعام، حيث يتعهد بعضهم بتوزيعها بالشكل المناسب. موائد الإفطار فهي يعني الحمد لله عادة وسنة طيبة يجتمع فيها الناس، يعني تتآلف القلوب ويعني تتقارب النفوس، وفيها إن شاء الله خير كثير، يعني حتى الجار الذي لا يعرف جاره يعرفه، حتى الناس تتعارف من بعضها، حتى تتآلف القلوب مع بعضها. التآخي والتواد بين الناس في أحياء مدينة الزرقاء هو ما يحرك الناس ويدفعهم إلى المساجد مسرعين للالتقاء والإفطار معا. الحمد لله كل سنة في رمضان يعني بجيب أهل الخير، يعني من أجل التآلف والمحبة والمودة بين المصلين، فهي سنة حميدة، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كل واحد بجيب أخوه عشان إيش؟ عشان يطعم يفطر صائم، عشان يكسب أجر الصائم. الإفطارات الجماعية ظاهرة اجتماعية تستحق الاهتمام والاقتداء، فقد أصبح من الضرورة أن يتحول شهر رمضان إلى فرصة أكيدة لنسج علاقات اجتماعية على أسس متينة.